رجعنا مع حضراتكم مع مشاهدينا من جديد في ذكرى يوم الشهيد. بنتقدم طبعا بكل التقدير والاحترام لكل شهدائنا من الضباط والجنود الجيش ايضا والشرطه. الحقيقه ان هم الناس دي ضحت بارواحها وكانت في اتم الاستعداد لاخر لحظه في حياتهم ان هم يضحوا بروحهم وبدمائهم فداء الوطن، فداء حمايه الاراضي المصريه، فداء حمايه الشعب المصري. يعني بنتمنى لهم ان يعني ربنا كده يجعلهم في مرتبه عليا في طبعا الجنه، ورب دايما كده يعني يلهم ذويهم من الاسر والامهات بالصبر والسلوان، لانه طبعا شيء بيكون محزن جدا ان الام تفقد ابنها يعني في موقف زي ده، ولكن عزائنا الوحيد ان هم يكونوا في مكان افضل بكثير وان هم ينالوا الشهاده. النهارده هنتكلم عن منزله الشهيد وهنتكلم عن اسر الشهداء وامهات الشهداء مع فضيله الشيخ محمد جمال الداعيه الاسلامي. برحب بحضرتك يا فندم، اهلا بيك. حضرتك اهلا بيك. ماذا عن يوم الشهيد وحاجة في هذا اليوم تحب تقول إيه لكل شهدائنا اللي يعني ربنا سبحانه وتعالى أكيد مكرمهم في مكانة ومنزلة عليا بالتأكيد، وتقول إيه كمان أيضا لأسر وأمهات الشهداء؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا درجة الشهيد أو درجة الجهاد في سبيل الله درجة عالية جدا جدا، ويكفينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الأمر في الحديث الطويل عن سيدنا معاذ رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الله به الجنة ويباعدني به عن النار. قال: يا معاذ، لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. ثم قال في الحديث الطويل يعني الشاهد بتاعنا عشان أنا عارف الوقت النهاردة قصير: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه أعلى شيء في هذا الدين جهاد في سبيل الله. الدرجة اللي بيبلغها الشهيد عند الله عز وجل وصفت في موضعين واضحين جليلين في البقرة وآل عمران: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فالشهيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم قال صلى الله عليه وسلم: وددت أن أقاتل في سبيل الله فأقتل ثم أحيا، ثم أقتل ثم أحيا، ثم أقتل ثم أحيا، لما يلقاه الشهيد من نعيم عند ربه عز وجل. لذلك عندما سئل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب: ما للناس يلقون من الفتن في قبورهم ما لا يلقاه الشهيد؟ فقال: كفى بصليل السيوف فوق رؤوسهم فتنة. يعني الأمر برضو بيبقى إيه؟ بيبقى صعب جدا وشديد في يعني أماكن القتال وفي الملاحم الكبرى كما يقدم عليها كل شهيد يعني. ولكن في نفس الوقت النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه من مات دون ماله فهو شهيد، ومن مات دون عرضه فهو شهيد، ومن مات دون نفسه فهو شهيد. فما بال هؤلاء الذين يدافعون عن المال والأرض والعرض؟ يعني هما يعني أنا لو أنا دفعت عن نفسي خلاص أنا شهيد. طيب أنا دفعت عن مالي شهيد، أنا دفعت عن عرضي شهيد. فإذا اجتمعت هذه الخصال الثلاثة في أحد الأشخاص فيا لها من درجة، درجة عالية جدا. وهذه الدرجة العالية كما وصفت في كتب التفاسير في الحديث الذي روي أن أرواح الشهداء في حويصلة لطائر بالجنة يرسو بقنديل تحت العرش، ثم ينادي الله عز وجل على هؤلاء فيقول: ما تبغون؟ فيقولون: وما نبغي يا رب، ولقد أنزلتنا منزلة لم تنزلها أحدا من خلقك. يعني هذه الدرجة أنهم في حواصلة للطائر يطوف في الجنة وهم ينعمون ويرزقون كما ذكر الله عز وجل. فقالوا: يا رب أعدنا إلى هذه الدنيا نموت في سبيلك مرة بعد مرة. قال: ولكني قلته أنهم إليها لا يرجعون. يعني حتى بعد أن ينعمون ويرزقون في جنة عرضها السماوات والأرض هم يريدون أن يعودون إلى هذه الدنيا فيقاتلون في سبيل الله ويقتلون حتى يلقوا من الجزاء والنعم ما رأوا عند ملاقاتهم لأعدائهم أو عند ملاقاتهم لربهم بعد ذلك. فدرجة الشهيد هي درجة عالية جدا جدا جدا. لذلك عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في أيام ذي الحجة
ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من ذي العشر، من هذه الأيام العشرة. فلأن المؤمنين أو الصحابة في هذا الوقت الذين يسألون سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرفون مرتبة الجهاد في سبيل الله، قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله، لأنهم يعرفون أنه أعلى درجات العمل في هذه الأمة. قالوا ولا الجهاد في سبيل، قال ولا الجهاد في سبيل الله. ثم خص النبي صلى الله عليه وسلم لرجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. خرج بنفسه مجاهد بنفسه، وخرج مجاهد بماله فلم يرجع لا بماله ولا بنفسه، فهذا لن يسبقه أحد ولن يبلغ مرتبته أحد. فدرجة الشهيد دايما، وإحنا لما بنتحدث عن هؤلاء العظام ونرجو من الله عز وجل أن يكونوا مقبولين عند الله عز وجل، نأخذ منهم العبر ونأخذ منهم الدروس. ودوما عندما نحدث أهالي هؤلاء الشهداء، لأن الأهالي هم الذين يتألمون طبعا، والألم اللي بيبقى موجود بيبقى ألم الفراق. يعني دوما الألم، يعني عندما نتحدث مع أسرة شهيد أو أم شهيد أو أب شهيد أو كده، هم يعني مطمئنين إن شاء الله أنه صحيح. في مرتبة أعلى ده عزاءهم مكان... الوحيد يا فضلت الشيخ. نعم. يعني هذه الحالة. ولكن في نفس الوقت يعني أما نيجي ننظر في قصة سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وهو يبكي أبيه، يبكي أبيه، وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ على يديه رضي الله عنه ويقول وما أدراك أن الله عز وجل قد أحياه. فكلمه، كلم سيدنا عبد الله اللي هو أبو سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، فكلمه وقال تمنى علي، فقال تمنى علي، قال يا رب ردني إلى الدنيا حتى أقاتل فيك فألقاك مرة أخرى. أنا عايز أرجع تاني أقاتل فيك وأرجع تاني مرة أخرى. حتى أنهم قالوا في تفسير يستبشرون بنعمة من الله وفضل، هذا الفضل وهذه الاستبشار أنهم يريدون، يعني ودوا أنهم لو يحدثون من خلفهم بما رأوا من نعيم وبما رأوا من فضل من الله عز وجل. إن شاء الله. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الشهيد ما يلقى من ألم عند موته، ما يلقى من ألم إلا كما يلقى أحدكم من قرصة البعوض. صحيح. حاجة كده بسيطة جدا، إحنا بنراها هائلة وشديدة وأمر عظيم كما ذكرت لحضرتك أنه لا يفتن حتى في قبره. وإحنا كمان بنقول أن من كرامات الشهيد ونربط على أهليهم بهذا الكلام، فكفاه أنه آمن في قبره، آمن يوم البعث يوم القيامة، وأنه يشفع لسبعين من أهل بيته. يعني أنه يشفع من سبعين. يعني أنا لما أسمع مثلا أن لي جد استشهد في حرب، فأنا ما شفتش جدي ولكن سمعت أنه استشهد في حرب من الحروب القديمة، أستبشر جدا وأقول يا رب شفعه فيه. صحيح. والشفاعات يعني عظيمة يوم القيامة طبعا. فما بال إن الإنسان يكون له شهيد مقبول عند الله عز وجل، كان يدافع عن أرضه ابتغاء مرضات الله عز وجل، فلقى الله عز وجل وهو راض عنه فيشفع لسبعين من أهل بيته، فيا لها من منزلة ويا لها من كرامة. وإذا ما كان الإنسان على علم وعلى دراية بهذا الأمر، إحنا الحمد لله عندنا في مصر نتباهى إن الناس بتحب تدخل أولادها الجيش والشرطة، يحبوا إن هم يسعوا إلى هذا الأمر بخلاف بعض الدول الأخرى يعني. صحيح. إنما إحنا عندنا الحمد لله يعني عندنا قدوم، حتى أنا مثلا من المنوفية على طول يقولوا إن هم المنوفية بيحبوا الجيش والشرطة أو كده. فإحنا عندنا حتى لما بنتحدث عن هذا الأمر، لا إحنا الحمد لله بنحبه، ولكن نريد استحضار النية بقى. صحيح. عايزين نستحضر نية العمل ده، لأنه لا عمل يقبل إلا بإخلاص لله عز وجل ومتابعة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ما استحضرت النية، وإذا ما استحضرت رضا الله عز وجل عنك إذا ما لقيته شهيدا، فستكون مقدام، ستكون حريص على الحفاظ على الدماء والأموال. صحيح. والأعراض. صحيح. يهمني أسأل حضرتك برضو عن يعني حكم الدين في من يقتل نفسه بدون وجه حق، ايه حكم الدين في هذه طبعا الحاجة؟ يعني حضرتك يعني احنا بنتحدث كمان يعني عن حرمة الدماء. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ان زوال هذه الدنيا يعني اهون عند الله من قتل نفس مؤمنة.
ودوما التحذير من هذا الباب، من باب الإفساد في الأرض، سفك الدماء واستحلال الأموال بغير حق، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. والأمر لم ينتهي عند هذا الحد، يعني في هذه الآية، إنما تبعه الله عز وجل إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. أنت ظلمت نفسك وانتهكت حرمات لا ينبغي لك أن تنتهكها، وتعديت على أعراض، وتعديت على أموال وعلى دماء لا ينبغي لك أن تتعدى عليها، فاعلم أن الله في مع كل هذا غفور رحيم لك إذا ما عدت إلى بابه طارقا راجيا رحمته وغفران. فدايما بنقول لا، خلي بالك أن أنت مش عايش كده هباء. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ لا، أنت ليك يوم هترجع وليك يوم هتعود إلى الله عز وجل. فإذا ما ظلمت يوما فتذكر الله عز وجل الذي ستعود إليه، وإذا ما استحللت يوما دما أو مالا أو عرضا فاعلم أنك إلى الله عز وجل عائد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ونعيد، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. بما اننا فضلت الشيخ في يوم الشهيد وبنتحدث عن الشهيد والشهاده، خليني اقول لحضرتك ان في بعض الشباب للاسف الشديد بيتم التلاعب بعقولهم، بيتم غرز في عقولهم فكره ان هو لو راح وفجر نفسه في احدى العمليات الارهابيه هو كده بينال الشهاده. نعم. وان هو كده بيدخل الجنه من اوسع ابوابها. حضرتك تقول ايه لهؤلاء الشباب كنوع من التوعيه؟ لانه الحقيقه الشباب دول على قد ما هم بيقوموا بافعال مش سليمه، ولكن هم ضحايا برضو بعض الافكار المغلوطه وبعض الجهات او التوجهات الخارجيه اللي بتبقى عايزه يعني تخرب عقول هؤلاء الشباب من اجل تخريب المجتمع. نعم. طبعا احنا يعني قبل ما نوجه كلمتنا للشباب، احنا بنرجو يعني بنرجو من الساده القائمين على الاعلام ان يفسحوا مجال اوسع واكبر، بالاخص للعلماء الكبار من علماء الازهر الشريف. نعم. ان يغرسوا الفكر الصحيح، يعني احنا لا لن يقاوم فكر الا فكر صحيح، يعني ابدا مش هتيجي فكره الا فكره. حتى الاجيال اللي طالعه دلوقتي، حتى من ابنائنا لما بنيجي دلوقتي نحدثهم عن اي امر يريد المحاوره ويريد الاقتناع، وهو يرى مؤثرات كتيره جدا بقت مفتوحه دلوقتي، العالم بقى مفتوح طبعًا، والافكار بقت طبعًا مفتوحه، ويسمع من هذا ويسمع من ذاك. فاحنا يعني طبعا بناخذ على يد الشباب، وفي نفس الوقت بنرجو أن يفسح المجال في مجال الإعلام لإعلام يكون متفتح وصادق للمشايخ والعلماء أصحاب الفضل علينا الذين علمونا وربونا، أن يعلموا الأجيال بقى الصاعدة، أن يوجهوا هذه الأجيال الصاعدة، أن يعني يفكوا التباس هذه الأفكار التي عششت في عقولهم. ما هي الأفكار دي معششة في العقول، فطب ما عندوش جواب، ما عندوش حاجة يشفى بها صدره لهذه الأفكار التي تغلغلت في نفسي. فلازم عشان يعني أخذ بيد هذا الشباب أن أنا أعرض عليه هذه الأمور من مشايخ كبار علماء عظام يقدرون على تربية هؤلاء الشباب. فأنا أرجو يعني من القائمين على الإعلام يعني في بلادنا وهم يسمعون، أنا أكيد يعني أن يفسحوا المجال أكثر لعلمائنا من الأزهر الشريف لغرس وتربية الأمور في نفوس هؤلاء الشباب. كما أخص أيضا للأزهر الشريف أن يفتح أبوابه لاستقبال هؤلاء الشباب. يعني كان من فترة قريبة من الزمن كنا بنعرف أن في مثلا بعض الدورات التوعوية الدينية، إزاي أعبد الله عز وجل، إزاي أتقرب إلى الله عز وجل، لو صحيح واحد عنده شبهة أو شيء مش قادر يفهمه يبتدوا يعلمه له وهكذا. إحنا ياريت المجال يفسح، لأن الشباب إذا لم يجد من يفسح له مجالا فهيذهب هو بنفسه بقى إلى أي طريق أو إلى أي سبيل. فأنا بنقول للشباب برضو يعني كن حريصا على من تسمع منه، يعني شوف أنت بتسمع من مين، شوف صحيح أنت بتأخذ من مين، شوف أنت بتتعلم من مين، واسعى وحاول أن تجتهد أن تتعلم الصحيح من الدين. إلى أي مدى فضيلة الشيخ التربية الحسنة يعني التربية على أن الواحد يكون قريب من ربنا سبحانه وتعالى ويتربى على الخلق والأخلاقيات الكريمة وتعليم الدين الحنيف، قد إيه ده ممكن يساعد الشاب في هذه المرحلة أن هو ما ينجرفش وراء هذه الأفكار الخاطئة؟ أكيد أكيد طبعا. وإحنا برضو في هذا المضمار بنوضح للشباب
أن المرء على دين خليله. نعم. يعني دايما الإنسان كما يقولون حتى الصاحب ساحب، يعني الصاحب ده طبعا هو اللي هيسحبك إما إلى طريق الخير وإما إلى طريق الضلال أو طريق العصيان. صحيح. فإحنا بنقول أن أنت دايما قبل ما تسلك طريق أو قبل ما تأخذ طريق لابد وأن تقصد في هذا الطريق وجه الله عز وجل، وأن تختار من يعينك على هذا الطريق. واعلم أن الله عز وجل قال الأخلاء يومئذ يوم القيامة بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يعني أنت هتيجي في الآخر صاحبك اللي هو انجررت أنت وراه أو أخذك في طريق غير الطريق الصواب أول واحد هيتبرأ منك يوم القيامة. إذا كنت أنت خايف على زعله في هذه الدنيا وهو لا يأخذ بيديك إلى طريق الله عز وجل ولا يساعدك أن تذهب إلى طريق الله عز وجل أو الطريق الصحيح أو الطريق القويم، هو أول واحد يوم القيامة هيبعد عنك. صحيح. وإلا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الذين يظلهم الله في ظله في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله اثنين تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. فهي مع التربية الحسنة ومع الغرس الإنسان بيحتاج إلى صاحب، كما يحتاج الإنسان أيضا إلى الدعاء. نعم. دايما الإنسان يحتاج إلى الدعاء. وإلا لما قال الله عز وجل لسيدنا نوح عندما فقد ابنه الذي لم يؤمن به ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. فالإنسان دايما بيحاول يختار الصديق الذي يعين ابنه أو بنته على الطريق الصحيح، وفي نفس الوقت هو يلجأ إلى الله عز وجل ويدعو الله عز وجل ويرجو من الله عز وجل أن يصلح له في ولده وأن يصلح له في داره وأهله. كلمة أخيرة من حضرتك يعني سريعا جدا للشعب المصري بمناسبة طبعا يوم الشهيد، سريعا جدا فندم. طبعا كلما الإنسان تذكر من قصص الشهداء ومن ملاحمهم زاد الإنسان حرصا على الحفاظ على أهله والحفاظ. صحيح. على بلده. نعم. والحفاظ على كل ما يحيط به. ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا المثل في حب البلد التي نشأ وخرج منها أن يخرج من مكة صلى الله عليه وسلم وهو يدمع ويقول والله إنك لأحب بلاد الله إلى قلبي ولولا أن أهلك أخرجوني ما خرجت. فالإنسان دايما بيبقى مرتبط بالمكان اللي هو اتولد فيه ونشأ فيه وتعلم. نعم. وتغذى وتربى فيه. أنا بشكر حضرتك جزيلا وبنعتذر عن ضيق. نعم. الوقت وشكرا جزيلا. نعم. لحضرتك فضيلة الشيخ محمد جمال الداعية الإسلامي. شكرا يا فندم. شكرا شكرا. مشاهدينا بكده بنكون وصلنا لختام حلقتنا، بشكركم على حسن المتابعة، بشكر كمان زميلتي عبير صلاح، وغدا إن شاء الله تجدد لقاء حضراتكم وحلقة جديدة وساعة صبحية.